السلام عليكم يا معشر لا لا غلط جملة ساعة سينو قيس سعيد اخرج من الدن يرجع عبو جاي يزيد عسلمة ان شاء الله كل عام انتم حيان بخير في 2023 وان شاء الله يتعبى 2023 خير من العام المعفط بتاع 2022 و2021 ان شاء الله تكون حاجة خير وعام مبروك علينا وعليكم الكل ميمسي حسب ما نشوف في الشتاء اي ان شاء الله زاد يجي شتاء على خاطر الامطار ماهيش قاعده تصب اصلا انا والله نتصور في الصيف قاضيه ملكه وفات انا السيد هذا ولينا نستريميو كوتيديانمون على تويتش وي. دونك اجيو تفرجوا غادي وسيبورتيونا عامل لي امرنا طلقنا معناتها كل واحد حل شانو وحده ونعملوا لايفات مع بعضنا زاد بيسكو احنا اخوه وصحاب وكل هكا ولا تجم تقول قبل ما سايبوكم تفرجوا على الفيديو اللي طوله ساعة وربع بلاص في تحت ساعة وربع باهيلم يقول لون متراج افاتار 3 باهي حبوكم تقفوا معنا شباب خاطر تعرفوا العب بالفيولون صغير ليه الصغير هكا صغير هكا ليه هكا بسبوع بركة تلموم هف دوك سيدي بن سيدك الوضع نتاع تونس في اليوتيوب اليوتيوب مات يعني اليوتيوب مات وحتى انفستيسور ما يحب ينفستي يلعب الفيولون حتى انفستيسور ما يحب يعطينا فلوس باش يعملوا فيديوهات دونك انتم الحل انتم باش تكلموا دونيتي ولنا في بقشيش على الباش تاع مخك عجا باهي برشا عباد تبكينا تقول رجعونا سلمك الميسون سلمك باش ترجع باش ترجع اما في فورما جديد وعلشان مخك عجا هذه هي هاكا فما ديجا تنجموا تشوفوا الكاتيجوري زادوها جديده يوتيوب نتاع اللايف باش يولي اللايف ابدوماداير مره في الجمعه دونك حضرينا كومباني باش تمشيونا حويجه باش نجموا نحلوا ليميسيون خاطر لازمها ماني نحب نخدموا عباد نحب نعملها في استوديو ادابتي تولي اسمها شلبق اف ام كان تحبوها ترجع ما عليكم كان تعاونونا بالضبط ما اسمعني ما حدش فيها حل ما حشنا بحتى حد بكم انتوما نجموا نعيشوا ونلانسيو حزب الدراغون اللي نحبوا فيه على الاستقلاليه وتشلبيق الفونفون الله الله بصلي على النبي برا يا خويا كمندي ماكله ولا جيب قطانيه ولا كاكي ولا شيبس ولا برا جيب شراب ولا جيب اللي تحب وبرا تفرج في حلقه طولها ساعه وربع بصلي على النبي يا لج اي شباب مرحبا بكم الرجوع نمر 15 نتاع مخكاج ما كل عام تتوفى ونعاودوا نحيوه بالسيف وكل مره هذه نعمل سيستم جديد ما عادش نقعدوا نستنوا في اللي مارك رسم جديد بلس عندك برودوي لا لا نعملوا باج بقشيش بالبز والمعنى فما كونتنو اكسكلوزيف لكم انتم غلط في كونتنو لا يفتبش يموت بالضحك خاطر تولدوا دارهم تولد في مارسي ولا باريس وابو جدو لوي 14 فهمني موت بالضحك موت سامحني قلت كونتنو انت لا قال كونتنو باش نخدموا الكونتنو كمل كمل لازم كمل مني كده ما عادش قول انت ما عادش تقول فهمه قول لك الكلمه فهمت سالينا كمل كمل وليد تو خليني نكتب في الانستغرام جست ثاني في اليوتيوب يوتيوب هذا ايه تنو يترفس من نظاري والله يعيش والله البس لبس انستغرام بس كده والله شي في انستغرام كونتنو اسمعني الباركينج من بعد باهي وراس سمي تو خلصكم الباركينج وراس سمي لي حلفت براس الزحمه كنتش نيخو عليا ما قالوا راس سمي كاو ماشي دونك العمل عليكم وباش نرجعوا بقوه تلقاو كل شيء غادي ولا ترعم الفيديو خاطر ما خليونيش نفسرها في فون فيغ الكونسيبت بتاع اليوم شنو الكونسيبت بتاع اليوم يا شباب زرعه صارت لك باش تحكيها مليك اللي هي البارت 2 نتاع حلقه قبل هبطت في بقعه جاك لما قلنا ما تكون ماك فلاي كاليتو صحي قولك يعطيك الصحة ايه كيفاه كنت انا ام دي كافيرن باهي شكون اللي يحب يبدا زلعة ما تحبش تبدا انت مش انا لا مش انا في الوسط تفضل سي وليد مرحبا بك علاش انت احسن تجي كيو يا بدا سي وليد مرحبا سي وليد اول مره في اليوتيوب هكا وليد اول مره في اليوتيوب دونك انا وليد مرحبا بك في البلاتفورم يوتيوب اللي هي بلاتفورم موقره بلاتفورم فيها برشا تقدر العباد كل تحب بعضها والناس كل ما فماش سبان وبالحق بلاتفورم محترمه برشا ومرحبا بيك فيها اخويا عندي زرعتين صاروا في هيتي كهو فهمت وين قدم روحك الساعه قدم روحك كنت تحب تحب قدم روحك خايب روحك قدم روحك منو انت منو هاي فيسع باش نقول وليد بوهيني هو تعرفوني انت وليد بوهيني نعم في الكونتوني على كونتوني كونتوني على انستغرام وتيك توك ونورمال باش نبدا يوتيوب خاطر فهمت اللي حكيت سير في بالي حاجه صعيبه دونك
والله شو هالرجل والله يديني كوتو ميوز يا اخي طلعت نورمال تفضل تكلم اصحاب تصدعه راس مالها كاميراويت وشوية ضوء وشوية صون وكاو ديك هاي معنا كيف يا غنفجر مفاجاه بس مشكلكم مش فيديو لا لا نجيب صاحبي نجيب زيكم بي بعد كي مديت نبلانسة في الانستغرام وفهيت كل شيء مش مستانس بالشعب مستانس بالشعب جديد مشي بعد ما وصلت للتوب نيفو معناه معناه وليت من معروفين فما اضاف العابدين فما الزوم ديما المهم عادينا جي فما طفله تبعث لي مساجات فما طفله في حتى كان الكونت تاعها بريفي حتى التصويرات هكا وتصويره صغيره ما تعرفش فيه شعرها بوكلي قالت لي انا نعرفك راك ولا شنو ولا فازا كانت هي انا حطيت شكون كومونتير راني نسكن في باردو قالت لي فلي ريتك في باردو في النقص القهوي هذوك نتاع الحومه هذيك بالزهر فما طفله واحده اخرى كل يوم تتعدى من قدام دارنا شعرها بوكلي نفس المواصفات بالضبط فهمتني صغيرة ما يعني انت 17 16 شيخة تختخر في الليسي اللي قريب الدار صافي بير لا بديت اخاف بديت نرق لا حبيت احكيها قدام 12 مليون توس جا حكيتها في السوريات وشوية ما يزيد نزيد كهو عاد باش تبدا الامور واضحة اوكي يا قلت له عرفتك عرفتك سي بون جاوبك بيه قالت لي عرفتك قلت له كهو بعد بجمعتين ولا ثلاثة الحكاية هذيك مشيت على روحها الطفلة انا خدمت كرفة قدام الدار وماشي ولبس في الخدمه نتاع نظر كبير اكثر فوزي لبس كيف نظر قد نظر بيدوفيل نظر بيدوفيل اقسم بالله امبوسيبل كان ما تكرفتوش احنا مريض مريض خلي كم استنى استنى اقسم بالله كما نحكي خدمت كهرباء ماشي كيف في الحومه مزلت كي خرجت بحضر محطة الكار فما عباد واقفين وطفلة ذي متعدي بحضر محطة الكار وبديت نزمر وخرج في راسي مش اتخيل في السيارة حتى ضاف العبيد يبقى لك صارت الرسل خرج في راسي مش بيك والاخرين يغزروني تاع شنيا ذي رجل كبير ما يحشمش غيره فهم اللي في المحطة خلطت وكي هي تلفتت كي وكملت شيء زدت كملت انا نسيتي وحلت معايا شو حل معاهم قدمت وحليت شبيك عرفتني يا اخي زيتي قالت لي شكون ولا فجأة قلت لها انا اللي ديما تبعث لي مساجات في الانستغرام اقسم بالله طفلة خافت قالت لي 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 ما نعرفكش مشيت تجري والراجل ما غادي كان اسمه فيه سب والاخر يستغفر والكار تلفت على يساري ناخر كار ويخفى كلها تتفرج عرفت الشلاكة هذيا رقم صغيرات كل شيء كان باش يكون قدره كيما ضاف العابدين بالحكاية هذيا طاح صحيح ضاف من نفس الفازق نزيدو مع اقسم بالله اوروزمون بعد عملت فيديوهات ضرب والحمد لله نسيو الموضوع كاو كاو هذيا هي السرعة تاع اللي بعد نديت كونتوني الزرعة اللي قبل حقيقة مش طيارة معناها كان نحكيكم زوز هو يفكر في زوز ماذا احنا لبس كي دخلت نقرا في مستير فاك مشيت مره نقرا في البيبليوتيك تاع ميدسين تحيه المستير يا اخي صارت فازة كيما تاع الافلام عرفت كيما كنت فازة تاع الافلام كنت تعرف طفله و... معناها كي اللي تمسوا في بعضكم و... اللي عندي رمال كي اللي زوز ستيلوات يتيحوا وتخرجوا كيمستري كيمستري ما نهزش ستيلون كرارس كتب ليه ما نهزش كرارس كتب مش يخرب كيف هو مسياج باش تقرا بالايباد عادينا داخل وقت نلقى البيبليوتيك تاع الفارماسي معبيه وبديت نقرا اخر اكتوبر جيت للبيبليوتيك تاع الميديسين دخلت نلقى البيبليوتيك معبيه على الاخر فما بلاصه بركه فيها بلاصه بركه هما كيفاش الكل تاع زوز مقابلين بعض زوز مقابلين بعض حطيت في البلاصه هذيك قدامي فما شكون قاعد ياخذ نلقى باش ستيلويت ومشيت للبيفيت خرجت في جيبقا ونجي في البيفيت هيك بالزر انا متعدي ومسيت طفله مش ملعاني كي اخي صار كي الماليز عرفت غزلنا لبعضنا ما هيش كيما الافلام فهمتني ما هيش سلو موشن ولا ما هيش سلو موشن ليه ليه ما تصورها معناها فوالا هيك كتلفت ديسيو شوية الزحمة تخيل الاخرى فهمتني شعرينا ما انا وقتها قلت سي بون بريسك ركحت ما عادش فيها هكا هكا في وقت ركحت اقوى منه شيء ليه قطع ثم ركحت بس ما عادش فيها حبني كاو بلي كنت تبع فينا هي وتبع فيه وجاي بالرسمي لو بعثني في الانستغرام شعرينا زين رابط بس هي رابط بيبو استنى لحكي عندي يمكن 10 سنين باللغة الحديثة اسمها الكراش هي عندها 6 سنين ست سنين ما زلت كراش استنى استنى ليه خاطرك حكيتها العبيد من بعد قالوا لي السيورة هذيك هي معناها لابون فهمت شعلين هذا مشيت خلصت في الكيسه ورجعت للواحد المشكله كي حطينا يدنا على السكر جيت تمست هي زوز فرد وقت باش نهزوا في الكعبه يا اخي تطبلحتوا في البيفيت يا اخي البيفيت قد كبر المشكله هي وقتها على خاطر السير بدا تشك لي شنو نحكي وقتها ضاربك حكيت التحرش كل شيء ضارب سيرني في ديه السيد ضاربك حكيت التحرش انا ضارب وقتها ضارب ترندي شو شي تعمل ماشي نتحرش في البيفيت تعمل شي ضرب وقتها بلاش تندوس يا بعدكم
شوف كاميرا تشوفي اسخى شوف كيف تتبرع حسن بلاي دقيقة لازمنا نعمل بوست كيلو بلاي دقيقة مش وقت بعدنا لازمنا نفسر اللعب بدرنا معنا حد منحبوش التحرش تلقى كوموتير يبدأ شير تبدأ يشد الكلافية مش معقول عندكم نرمان انتوما دوك نفسروا لي جوست تفادليك ما فهمت ما خيبة في 2022 وليتيز مكتفسر كل شيء معنا ما خيبة لا 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 هكت ليه ما خيبة كيف بدأ يتصنع قدام الكاميرا خاطر يتحرش جاوب بيه حلو عجبتني ما نجموش حطولك حتى منوت بشبيرة بزي يربطوا لي يدك كيف عاد قصيت عليها أسومي وقت الدين ندخلوا في سيتي سيدي شنية سيدي خويا سيدي خويا يا أخي كهو كل واحد يحرك في قهوته هي مشيت على روحه وين قعدت قلت خلنا نقعد تريش البيت تشربوا في نفس القهوة مش تبعد هي لطون اللي سيبوا توفى الحكاية وتبرد مشي على هزيت قهوته مشيت للبيوتيك بالزر طلع العبد اللي قاعد بيوتيك 300 مينيمو كيت بلاصة بركة مقابل شكون طلعت مقابلها هي فهمت فزر هذا سيلو ديستان هذا شفت ديستان تاعك سيلو زهر فوت اسمه بالعربي طفلة بديت تشك فهمت وغزر خايبة كل شيء زدت شوية ومشيت بدلت البلاصة سيلابون نتصور حبيبي سيلابون استنى استنى اقسم بالله تعرف شنو يصير من بعد قسم بالله من بعد في العشية روحت على روحي نسيت الموضوع قلت سي بون ما يلا غالب سير ثلاثة مرات شنو مش قعدت بيه في الليل عندنا عيد ميلاد في دار نسيت طفل صاحبنا ولا طفلة سميه سميه معنا نسيت شكون سميه خلينا تحية المشكلة ما مشيناش حتى مرة للدار هذيك أول مرة مشيتها وقتها واحد جديد دخل الجروب ولا واحد جديد نسيت الحقيقة شالين في الليل ماشي وين تعملوا الكول فزيت عليه مخك عجلت على الشراب شراب كل بودكا ما قونش احكي ما عليش خلنا منافقين نحن زياد المكي ترفيه احكي كاو عادينا ماشي على روحي الوقت عامل ذالي عام بيفور هذا بيه وماشي وقالوا لي راهو كيف ما نقولوا البلوك شو تسمي يجي بلوك بي مثلا عليه قلت بي بجنبه سي ديزوري عندي ما مشكل ثانيا دخلت اللي بجنبه بالغلطة كاتر كاتر يمي تاش لا تقسم من بالله طلع لبست اقسم بالله هاي امبوسيب في بالك الحكاية متاعك ما تتصدقش معناها اقسم بالله تكذب قال لي ربش اكذب كذب ما عنديش حكاية ثانية اقسم بالله لا والله انا مصدقه اما الحكاية متاعك ما عطا بالرسمي رأي اقسم بالله ايش صارت كي حلت الباب وقتك انت ليه سكرت الباب شفت فاست الزهرة ذي هذي تصير لك مرة تحية شوية ودي بفاست سكرت الباب بعيتتش الحاكم ليه أنا مشكلة مشيت وما عودش خزرت وراي لتو لساعة ذي فهم لتو لخزرت وراي ما بعد 10 سنين تيح لك هذي دي ما يقدم ريح حسيته دي ما يقدم أنا بيتي ميوخرش ايه ميوخر ايه كمل ايه كم وفيت لك يسني كم والله يا أخويا اسمعني ساعة تصفيقة اما ليه تغمو بالرسمي الطفله هذا اسكو ما عندك بها حتى كونتاكت تعرفش اسمها والله لا نعرفها قسم ماذا بين نعرفها شكون خاصه حاجه بيزر يا ربي ان شاء الله يا اخويا يا مدام كينك تتفرج بجاه ربي يعطلو مساج جربش كبير حط له ايه جوست مساج باش نقول لها خاطر مش يفصل لك راهو ما كانش متحرش راهو مش عن قصد تحرش بيك وقتها مانيش متحرش يا ديال هذا ردي معاش فادكم ردي معاش فادكم ما حدش فادك وبيه شو ما حدش فادك جملة جملة هنشعروا في يوتيوب هنقصوه يوتيوب يعني تسميه يوتيوب معناه انت معناه يا سيد معناه تتحرش وما تحترمش النساء باش في الاخر معناه جوز باش تعمل شوية فيوز دبر فلوس معناه القضية كل تيح بيه يا ابو عكا زين لا فادلكو خويا فادلكو كملت بارتي تاعي لازم نتوكل على ربي باهي دونك عسلامة الاسكول يمشي برك تعملني هذه لا والله لا بالحق عسلامة الاسكول جست قعدت نفكر نخمم شنو باش نحكي الحكايه الاولى معناتها باش نحكيها فضلا ولا انا مغمض وذنيك شو اسمها سكر وذنيك وجد هكا الله غالب بالحق ديزولي ميسالش معناها يظل عمري ما حكيت لك الفازه هذيا باهي في مره من المرات عرفتك اللي انا جينيرال موكي نعرف طفله وكل ديما نعرفها في الدنيا قبل ما مش على السوشيال ميديا نبداو نحكي وكل معناتها نتقابلوا اول مره ناخذ عليها فكره وكل ديما فمك السلاد شنو في الدنيا ومن بعد نتيح للفيسبوك باش نبدا نحكي معاها اكثر فهمت معناتها ديما يلزم كونتاكت فيزيك من الاول خير فيزيك من الاول الله ليه معناتها جوست نتقابلوا الله الله فريق التربيه مستحيل لا نتكلم لا نخرج من بعد نرجع معناها كيف لا تتفرج فيها بعد حقا تتفرج في فيديو الدار خليني على راحتي جيبش قولنا تتفرج بعد نسيت هي بتفرج في فيديو ولا باهي دونك عرفت طفلة سمباتيك نحكي وجونا باهي وكل حبيتها دهما
بالوقت بدا هكا فماك شويه الكلام نتاع الفليرت وكل الريق البارد هذاك هكا جاونا باهي معناتها خرجنا عملنا برشا مرات قهوه وكله صافا صاروا حاجات وكل باك تعرف معناتك البدايه نتاع اي بدايه نتاع ريلاسيون حاجه عاديه لا 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 فما ناس عقليا مش ناس كل كيفك بارو فازي كم معناتها ما عادش تقص عليها جمله دونك صافا كل شيء باهي قلت انا وقت عرفتك اللي في مخي نورمالمون انا توا اون كوبل نورمالمون سي بون معناتها ما فما حتى شيء خاطر نحكيو بالطريقه نتاع العباد مصاحبين كيما نقولوا احنا وغيره نحكي لك راهي نتاع شهر ونص لعبك هكا واحنا نحكيو ونخرجوا كل هكا عاد في مره بالمرات خويا عملنا بروجرام باش نمشيو الواكس فكر كان اسمه الواكس هكا طرنا منه مرتين فوالا وانا مستانس كلي جو ناخذ تاكسي نتعدى لهم نمشيو مع بعضنا عاد قلت لي اسبق انت لا 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 وش بدات من الواكس تدخل معناها اسمعني اقوى لخطه توا كرسي في وجهه كرسي في وجهه دونك كلمتني قالت لي عندي ما نعمل توا برا امشي اسبق برا امشي مشيت قعدت حشيرو في الواكس هبطت الاولى الثانيه الثالثه وكل شطبت ما تهزش ما تيسر فهمتني ونطلب ما تهزش طفله وكل ليه خاطر الناس حتى يتفرجوا فيك تما فيك حبوا يفهموا شنو اللي هبط بعدين يخليهم يقعدوا يخليها سسبانس باهيه يعيشوا بالسسبانس زعما دهمه شهبت نهارتها في الواكس شهبت دهمه في الواكس صراحه كان نهار اخر ان شاء الله أدى أستوري الورقة بتاع زينب عرفتها أكل الورقة بتاع زينب بتاع شو اللي حال واش قاعدة تفدلك طبعا جايبتها زعمة كول وتفدلك زعمة سلعة طبعا وضحكة في التورناج فهمت أوجيك الضرب نطلب الطفلة ما تهزش تفشعت معناتها معديش سهرية واحدة معناتها وكل مش تفجع خاف السريع عدي واحد ليه على خطر مشيت مسرت الحاجة ليه راهي من أريانا الواكس راهي برشة تكسير وفيت ماجوراسيون وقتها معناتها برج ولاية برشة فلوس واحد يومين بش نعمل شيء يسر معقد في الحكاية معناتها به يمكن تطلع سرت الحاجة تيهي فلا يا كامل تكبت لك عميش تحبك خمت خفت انا كنت انا عاد طلبتني هي ديريكت قلت لها يا بنتي وينك صافا قالت لي هاني صافا بعد نحكي لك باهي قلت لها جايه ولا بطلت اي قلت لي فتنية ديجا هي به قعدت خويا كملت نشرب في العصير والله لا عارف شنو هي يا اخي بعد قالت لي اسمع اخرج لي هاني جيت مشيت دخلتها كل على اعصابها طفله ماده وجهها يا بنتي شبيك يا بنتي صلي على النبي شفت كل شيء شنو؟ عرفتي رجل تعرفتي الفيونسي نتاعها صحيت صحيت وليد وي صح بالله العظيم قالت لي قالت لي تغاظني هو قالت لي تعاركت معاه وما تفهمناش وتغشش قال لي شكون هذا ومخرجتني مع طفل ما نعرفوش وقتاش تعرفت عليه ودا شنو هي تحكي لي في الحكايه هذوما قاعد تفصل لي قلت لها يا اخي إخي عندك شكون؟ ما فهمتش معناتها لا مش أنا هو شكون معناتها لا ليه؟ بلي سميها ليش قلت لي لا ما حبش سميها والله ما أسمعني هي باش تعرف روحها وكا ولا غالب بلي سمي الفيونسي ما نعرفوش والمشكلة بعد ريت بعد اللي صار معناتها ذاك الكل اللي بيناتنا معناتها خاطر أنا قلت لك خرجنا برشا مع بعضنا بريد لولا وكل غزتي قلت لي عليه يا أخي أنت شكون تسخير روحك؟ What do you think you fuck you are? يا اخي حيت حيت ايه صحاب راه ايه صحاب ايه اون كوبل فاش تحكي قالت لي سامحني الكعبيش كون خلصهم انت ولا فايف انا انت خلصت على الكل؟ لا انا خلصت على روحي انا خلصت على روحي خاطر صحاب اما عملت فازا مانيش نادم عليها جمله فازا هذيك ضربتها؟ لا اما هزيت روحي وروحت كيف طياره على الاخر بالله يا من صف وضعك يا مور واقف اللطف منا تمانيكا ناخو بلاك كيف نخرج من الكادر مسيا خطر تمانيكا بلاك كيفاش راه واحد قعد خاطر باش ياخذ تاكسي نسورا قعد برشا باش تروح مشكا هزيت كرهبتك وخرجت لا هزيت روحي ومشيت خرجت لبرا هي مزمره هذه الفازيت هم يخطفوا كي قاعد الكهرباء عرفت تعمل لك تشعل سيجاره وتحط موزيكا تريش وتبدا السوق كي قلت له يحكي معاه باش عمرك الفاز بول بول وقتها فهمت ريت كيفاش تتحب تطيحه ويشوفها قريبا لا رب خطوة نروا نقول إيش مشك حتى أنا فيانسي بتاعت أي ولا جابت علي الحق وماخذ وجاب الحق وتحكي وتعارك ودرشنو زعما راهو ما بيناتنا شيء لا لكم ليه بيناتنا معناتها كمان حاجة كده شو صار نورمال مو أنا شقلت قلت يي صاروا حاجات لج معناتها خيفاش نحكي لك مقبليك كم الناعشة بي على لا على عشرة كم المشروب لا على عشرة قديش نوت تعطي صارت حاجة ستة
ستة كاملين ستة كاملين على فرد جنب يس فرحان بها كيفاش خزيت روحي وقمت خليتها ليه هي ما عادش نسيها قعدت درجين خاطر كونفرساسيون جات قعدت وحدي انا قريب ساعة وربع جات درجين قعدت قالت لي يا اخي بنورمال انت باش تخليني توا ولا قدر نورمال على الاخر وزيت روحي وخرجت وفرحان بعثت لي فقرة قد هكا كبرها فرحان فرحان سامحني شو نقص عليك شو معناها ستة كيفاش ستة بعد ال احنا فهمنا بعد خمسة بالضبط بعد خمسة صحيت وقبل سبعة عشرة هي اللي مطلوب سيبوزي اللي مطلوب يبدأ متوفر دي عشرة انا توفي النيفو شكون عايت الوقت احديك عشرة سنة اللي تويست يوصلوا عليه 20 مليون مش يعملوها مرة جاية تورناج محك عجة في حكاية منه وعضايا ما عادش تجيب واجه ما عادش تجيبها ما تفرش فينا ما تفرش فينا بطبيعتها هي خليني اخوي نحكي كيف نحب فما مشكلة صغيرة فما مشكلة خليك تضحك خاطر شوية اخر واجه بتطلب هذا مازالت عندي حكاية اخرى نعطيه انتربريتاسيون فازيت كذي انا من رأيي خليها لحد الرياضي هو انا من رأيي الكوميونيكاسيون ديما مهمة في الحاجة هذوما از كي قبل تعرف فيسبوك از كي اي از كي اسكيم قبل احنا كنا فيسبوك انا اسكيم فيسبوك ما كنا غابتو اون كوبل ديكلاري هكا انت تبدا في بالك والله تذكرت حكايه اخرى زاد صارت توا عادي تلقى طفله معرسه ومكتوبه سنجل على فيسبوك خاطر عار تكتبها برامور لا انا وليت الليل سيلا باش تدخل الصور تلوج على محليكم هكا هكا تقانس فيها ولا تشوف وتشوف الدار ما عادش يتصوروا مع خواتهم ما عادش يتصوروا مع خواتهم راهو تلقى طفلة وطفل سي كوبل فما الجيم دي التعاود مثلا ديما تلقى نفسه اللي عامل جيم السوبوا ما عندك ما تعمل لا نحكي لك فما طرق مرض هذا مش مدخلني انا ما نشوفش انا ما هكا تعرفها نحكي ورا انا ما يهمنيش انا قادر الراجل يحكي انت متصور معها شكون وحاطين محليكم انا مش فولو باك ونصلوا معناها منظم هاي هذيك خاطر نحب نيخو راحتي نحب نحطك النار في ستوريات فازيت نحب نيخو راحتي نيخو راحتي نيخو راحتي هكا براكش في ستوريات صباح نوديتي هذا بقى دونك ننتقلوا للحكايه نوميرو 2 باهي سيدي عسل ما جنجل فوالا سيدي لو جاي طفل صاحبي مره كلمني قال لي اجا خرج عنا ودرا شنو انا وقتها بيان سور سيليباتير وقال لي فما زوج بنات جايين فيهم طفله يظهر لي قال لي مضروبه فيا مضروبه في خفيف مش في انا في هو اي قال لي اجا معايا بربي ما نحبش نقعد معاهم وحدي اوكي خرجنا خويا قعدنا وكنت تيبيكمون القعده الجونغ طفله محلاها ومعها صاحبتها خايبه على الاخر بون الدنيا ذوق الدنيا ذوق ستيريوتيب قد راسي ياسر عدول ياسر عكا ياسر دخل روحها في السوجي وتحكي بالعياط برشا وتعيط برشا الطفله زي انا طفله ما انا ما طفله لو جايه ما طفله فوالا الطفله محلاها اللي سوبوزي مضروبه فيه محلاها هكا وقعدت انا احكي شويه بشويه اسمع الحكايه وما عادش قص عليا حبيتها دائما صحيت وليد عاود جيبو ديما وليد باهي تخلي اليوتيوب من باب الكبير باهي دونك شنو رايك في الكلمه اللي قالته لك بيه الزردي انت تعيم توب ولا فلوب طفله جيبك بابا دهمني اكل عام جمعتك علاقه مع فلان انت عندك الجرأه باش تقول شو عملت في الواكس قبل ما تروح شنو هي شربت في الواكس باهي دونك بدينا نحكي وكل الطفل جبد روحه شويه معناتها تو سونسي انا نعرفه كان هو في القاعده السيد وخرج التالي وشد تليفونه وقعد مبنك على روحه قعدت نحكي معك الزبنات هذوك والطفله كيفاش انا قاعد هكا الطفله المكرزه منا الطفله اللي سمباتيك قاعده مقابلني وهو بحذاها نحكي ونحكي ونحكي وهو جبد روحه عمتك هزت روحها وقامت وجدت بحذاء معناتها بتاع ما عادش تحسها ما عادش انتريسي بها هو ولا تحب تقعد معايا انا وبدينا نحكي وسافا بيان بيان وباهي معناتها ديسكسيون وكل قلت بون يظهر لي فيه غلط الطفل على خاطر قال لي مضروبه فيا ما يظهر لي ضربت فيا انا هو غلط وقعدنا ستيل اي كيس هذا اسمه قعدنا في اللعبه اسمه كيس بروسكو هكا والطفل ضربه ضربتين يمشي يحكي تليفون يمشي يجي على التواليت وكل وقعدنا نحكي وعندك الفازه نتاعك اللي عرفتك لو جاي نتصورك تفهم عادي ذي بنيكم عليه بالرسمي أكل... تعرفك اللي تحكيوا مع بعضكم تحكي معك وتغزل لك ساعات لفمك كل فازك اللي داخلك بعضك شويه عرفتها قلت ذي الطفله ظهر فيها ظهر فيها معش ضربت فيها انا سير معناتها كثروا الكعبات والجو وكل ولات نتاع يقوم نشطحوا عرفتوا في لي بول في التحار لا ما قمتش نشطح ما قمتش جست وقفت وكله قعدت نعمل هكا بكتفي زعما ما نعرفش نشطح
من الاخر ما نيش دانسور ما نقف نقعد نعمل هكا زعما زعما هاني معاك وكل شيء صاير تاعنا ما صحش فوالا في وصلت كان معايا كي تصح مع طفله والله قال لك وجهي تقوى فيك انا هبط بكازرك تعرف ايش هذا البغض وجهي ايش هذا البغض جمله وجهي انت تفكر هذا الحق يا لي هذيك خاتم جيبه ثمانيك حتى حسيلو لك القطه نكملوا الحكايه بدي تسكن بعد طب بعد نعملوا عليه شبي ونرك شو نحكيوا بك فقدت وزني اليمين فما ناس تزفر لهنا بس هذي ما عادش حس بيها يا عم والله تخدرت تحس فيها مدري ولا حسينو قعدنا حسينو نصحوا شويه وكل واحنا هكا باش نروحوا على اساس باش نقولها جونغ اتانا جوتي كتجيو نحكي ولا شنو جاتني كيفي بضني باش تقول لي فازا قالت لي برافو عملتها بالعاني باش يغير باش يغير معناتها من وكل وتا تري بيان جوي لو رول ميرسي عملتها هكا انا تاعها لماذا لا عملتها هكا سكت مش قاولك قلت لها جبت ولا ما جبتهاش انا قلت لها انا ان شاء الله صدقت روحي برافو يعطيك الف صحه انشنتي دق عليها تغسل لي الشفايفي تحكي معي بكش ما تسمعش تقرا من شفايفك وليه وهي تحكي وفرحانه والطفل من بغر منها ولا غير منا ولا حاجه بعثها الطفل مشي وجي وروح طفل اخرى بارامون ما حتحزينه وكا وستي هذي الزلعه نيميرو 2 هذي الحكايه كي كنت اول خدمه خدمتها وقتها في اللاك كانت امي ديما توصلني للاك ومعناتها تعديني على الخدمه كله وتروح بيا في الليل دونك البريد هذيك انا كانت عندي تلزه في البيت وريسبتور بي تي في وكل حكيت هذوك الكل وديما في الليل باش ما نحب ديما حاجه تونسني جو ديما نحط يشوف لي حل ونرقد ولا تلفزه هكا دونك نحط كانال بلس ولا حاجه نلقى فيلم سمباتيك وكل ونرقد خليها كي سمباتيك على الاخر ما في باليش سمح ما في باليش طب بار اكزومبل كانال بلس سيري كانال بلس سينما وكل ما في باليش يولي كيكه في الليل ما في بالي حتى كانال بلس سبور يولي كيكه في الليل كلهم سبور ما في باليش ما في باليش جمله عاد حطيت ورقدت على روحي خويا دخلت امي 6 ونص تاع الصباح تقيم فيا هيا قوم هيا حضر روحك نمشيو نخدموا اوكي عملت كي حلت عيني هي خارجه وانا رايح كي تحل ببيتي تعرضك التلفزه وفرشي هكا ما ترتجمش ما ترش التلفزه كاو حلت عينيا ريتها خرجت غزاتها كي نلقاها وحيد قاعد يدخل حاسيلو تمشي يودي تمشي عندي الصباح تمشي راني زرقت عرفت مشيت نحكي مع امي زرقت خاطر جاتك حاجه ولا زرقت خاطر تفجعت زو مشيت نحكي مع امي قلت لها اسمعني ما راه مش كيما قالت لي لا ما تحكيش معايا كومام تقول له كومام احمد لا كهو تفضل الحكايه كهو نسيت جو السؤال بريء ما انت من وقتها وليت كي توليت تعرف كان بلوس بعد نص الليل وليت حله بعد نص الليل لا ولي ساكن في بيته خليه عامل في عام 1990 يتفرج في مو فينتيج انا نوريك في الانترنت من بعد موجودين لحكيت هذول هاي كملت انا ميرسي 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 يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة هاي سي ليث عسلامة قدم روحك عسلامة جنجل ليث شنو لك باش نقدم؟ عادي ما نقدم روحك احكي لك باش تلعب على الكمانجو تي نلعب على الكمانجو يا ليث شو ضربك؟ تي في وسط الحكاية سايب روحك سايب روحك قدم نفسك البعض يقولوا تو ما عادش تجيبوه هذا عقل هذا شنو سايب عليك صاحبي ببليك محتاجه ببليك كلاس ايها ببليك نطلب منكم يكون واحد عرفت بالصندوق اسمعي ماكش حاجه ما عادش تجيبوه باش ما عادش يقلقوك صاحبي لا انت بتبيعتي نسكن هنا بازي كنت نقرا في الفاك سبحان الله والله في اسبري كنت رئيس جمعيه انكتس تاع اسبري جن عليها في الانستغرام تي تي ليدر لا هذيك تو نخدم في بلاصه في تول كبيره تو ولا كونسلتون مع انكتوس لا مصلي على مخدم يجي ياخذ فلوس ويروح فهمتني 50 دولار اكس كمان جيست تخصص علي بلاك في تراب كمان جات ريت الاحساس تاع كان تاع تحس بي تو هذاك انا ما كنت لا قصيتش عليك انا الوحيد ما قصيتش عليك دائما دائما هذاك انا راه سامحني قص علينا زكم كل عاد مو في الكلوب عندنا لي بروجي عندنا ذوك معنا ننصح الناس كل تدخل انك تو ستاف فاكيتا لازم ندبروا فلوس خاطر شو يقولوا بعد ال40 سبا تحلب تعمل لك عين هو راهو ما يضرش كبير معناتها كي تراه تحسه 27 28 هذوك هو برسمي 41 ولا 42 ونص عاد باش نلموا فلوس كيما اي كلوب اخر يعمل ايفينمون يا اخي قلنا علاش ليه ليفينمون وقت اللي ضارب اون 2018 طلعوه
فوالا الحضره لازم ديما تعمل حضرة تدخل منها برشا فلوس. عندك الحضرة كيتش دراشون هذوك ديما يشيرها. لا فماش كيتش واحد معناه ما في مازالت الموضة بتاع هذوما مجاوش. فما الحضرة هذاك بتاع المهدية بتاع دراشون. والديبي بتاع بداية الزيارة والحضرة وجاو هذاك. كي تمشي لزيفير الموضوع ما يحصل روحهم سبيسيال راه ماذاك علاش ينجحوا. شنو وحنا في الفاكرة في الغزالة هو لوجيار راهم يجينا حد راه المشكلة بعاد. دونك لازمك فريمون ايفينمون يجيب جماعة الفاك وباللي دار وبالبروفيت كل. بعنا تساكر وبالرسمي مفاول لا يمكن فما من عارش نحسب ما فما مينيمم 200 بيرسون ما موجودين 200 مليون مينيمم حتى انا قلت 200 مليون شي 200 مليون بزا تحكي معاكم راني عملت جروب حضرة مينيمم ياك هاو بداو الحضرة وفوف سهرية ناجحة جدا الناس الكل فرحانة والناس الكل شيخ لمينا برشا فلوس وفرحانين خاطر الفلوس تاع اللي لميناهم ماشيين للبروجي دونك سي بون تفضل حكاية البروجي ياك هاو ما هو كرئيس جمعية باش نطلع باش نعطي الكلمة بتاع شكرا الناس الكل اللي جيت وكل أمي قاعدة وجبدة التليفون هكا باش تصور هي في بالها باش نغني ماني ديما نطلع هكا لا يغني غني هذيك حاسة شيما قارسن اي لا تقتل طلعت هكا شديت الميكرو جماعة الحضرة وراي أصغر واحد فيهم عمره 80 كان حضرة الصحاح راهو كل يحفظوه من اللي بدات الحضرة. ورثينو مش حضرة. ديريكت بطي بند. هكا شديت الميكرو بفلوات الدنيا تخدم إدارة كاملة تتفرج. كل الناس كل حاضرة إدارة بروفيت تلامذة وأمي اللي أهم أهم حاجة. أمي قاعدة لهنا تصور شادة التليفون فرحانة وقت تسمع خذت سمارت فون. في أختي في أختي. إي تاع ولدي جاي يحكي. وي سي سي تصور في روحها وقتها. إي والله تصور فيا مسكينة هذيك المشكلة وش خصك تصور تروح. شديت الميكرو طلعت قلت لهم ميرسي بوكو فريمون وفي فريمون باش نكلم باش نكمل قد يعطيكم صحة وكل قص الميكرو كرستش انا دخلت بعد عملت هكا هذيك الضربة تاع قلت لهم فريمون يعطيكم بالناس الكل رجع فيها الميكرو رجع فيها لازم تشوف البنادر التالي عمل لها هكا خاطر ما هو قدامه البافل هو الرتو جيتهم كل والله كل يمكن فما ثمانية رجال كبار جيتهم كل واحد عصبة اللي دار سبحان الله تحلت ريت البحرك الناس عملت هكا انا عرقت هم يعرفوني بليد في الامر مش اسبوع دراني في الميكرو قول لهم والله مانيش بالعالي اي درت نقومي في الكهرباء سيد عملت قطعت ما نعرفوش وريت في وسط الخضم هذا الكل اللي يضحك اللي تخبى اللي جمعت الكلوب وجوههم خضار وقالوا هذا اللي يقدم فينا معناها مول المول واحده قالت وش خاص شنو شخص؟ خص ما هو يعطيك هي الطفلة قالت مش خص وش خص؟ مش خص اخري فارماسي ولا خص؟ اقسم بلي حتى بعد ما باهي انا قلت فريما يعطيكم الناس الكل هي قالت وش خص؟ اي بلي ابعث له ميساج تخرج لك من الكهرباء والله اسمع حسي بوديم يقول لك يا والله وانا معناها العباد الكل تعرفني ما نحشمش في حياتي عمري ما حشمت المره الوحيده اللي حشمت تصور لا راه وجهي لو حشمت حشمت اي والطفله ايش هي فيسبوك جميلة هذه انا في اكثر مني يا ولدي مكحول انظار اهي تباتيك بكسحل سلاف برافو والله ديجا كي ذكر لحبي قشر شو اي اي هذا صار لي كيف الجوز في الخفيف معناها في البنزاي مش نسال مع العباد شد ميكرو في بوك حاطه في ضربوتي مش حاطه في ضربوتي حاطه في ضربوتي كي كلهم مش نسلموا عرفت قلت ما يفكس تخبط انا على غالب بنزاي ما عندي منام انا لا هذيك بالرسمي انا راه ما قلقنيش الناس الكل موجوده قلقتني امي قاعده تصور كليتها مسكينه كيف لا راه في الدار اي كي روحت متعود قبلتها ما حكيناش ما حكيناش فيه الموضوع ما حكينا غزرت لك الغزره بتاع وكا وفد ليش مش تقول وي وي الله غالب تحشي مثلا لا وليت نعس على روحي في بالك والله نشد ميكرو تخاف نقول لك زين بالك تطلع بحذايا امي كارثه كي زميلي تقعد تسكت نعس على روحي حتى كي قص واحد قرا ليه خدت مرتين صح؟ قلت له مش متربي يعطيك صحة تعرف خسيت عليه 18 مرة هذيك لا لا ايه واو
تحت الرياضي عامل داخليني في الوقت يا معنى تخص علينا احنا قاعدين نقص على بعضنا يرحم والدي والديك باي كمل القصه الثانيه ثاني انا من العباد اللي وليت معاش ما نحبش كنخرج بلاصه معبي مثلا توريت ليزيفين ما وكل امبوسيبل القصه تذكره والله كي يبدا شكون احسن واحد في الدنيا وانا صغير هزوني الكارتاج امي الله يهديها زتني هني شاكر قبل هني شاكر في كارتاج تاش معنى هني شاكر ادخلوا جوجل كان من عرش مازال ما حطوهش هني شاكر في جوجل راهو قديم كيما تقول انت نعرش توا شكون توا مش طبيعي تعب تعب تي توا اقوى واحد شكون توا النوبه فاست النوبه اللي تعاملت هني شاكر كان اقوى من هكاك ما انا وانا قاعدين واقفين اللوطه معناها البلاصه اللي كانوا اللي ولاو فيها دي زانفيتي وكريسي كانت مصايبه وتقعد واقف قعدت واقفه كيكا فيا فرحانه باش دخلني في الجو قالت لي هاو اعطيه نواره وطلعت النواره لهني شاكر حاجه مش نورمال معناها كان باش تبوس مايكل جاكسون ودي ما تعرفوه معناها انت تعرفوه ما نعرفوش انا جابوني كارتاج قالت لي كنت ولد باش تاع نواره لهني شاكر تفهمنا مع القات كرات وكل شيء تحسرت انا اوتريتا طويلة السهرة هزيت راسي بيان سور كنت عمري صغير ستة سنين ما كيكة في الجو هذاك هزيت راسي معناها في طولي وقتها كل شيء ترم قدامي مراش معناها مراش لودلا قدامي سبت ترم ايه وش طيب فيسبوك اللي تحكي عليه بالله يطردوا مش مستانس باليوتيوب مستانس بانستغرام مش مستانس بانستغرام مستانس واحد مستانس في الفيديو انا عم بقول له حط تليفون اعمل خذ عشقتي بعد يقص ملا لاباس ما يقص عليه حد ما يقص عليه حد جاوبي ماكس على طول بار يجيب باكيت يمشي يجيبها ويرجع هيك بديت نحاول باش نمشي للتواليت تواليتات كارتاج لازم تخرج من كارتاج وتمشي على كل جناب وكل شيء تطلع الروما تحارب صحيح ولازم سواء نمشي مع امي وامبوسيبل نرجعوا لبلاصتنا واحنا على فاست النوار وامبوسيبل باش ترجع يا ودي الدنيا مبلع هيك هاو يا اخي درت لامي قعدنا نحكي وهكا نتناقشوا سيريوز ما قلت لها شنو باش نعمل وعرفت تبدا محصور تبدا تعمل هكا وشادد اموري قالت لي الي زيبو ماي هكا شرولتها شي على روحك قلت على روحي لابس جين ازرق بوغار ذا اللي ولا لي كوبر هذا الكل ما هو ديما يختار بلاصه وحتى نيبرك فخذي اللي صار والله اليوم الى هذا ديما عندي من بس يمين بريك الله يهديك اللي صار ديما هيك ما عرفش علاش حمل امين عطاها باللي صار وشدت النواره باش يتسلم على والله اليوم الى هذا ما نذكرش اسكو طلعت ولا من كثر ما تشوكيت وقتها فاست طالع به نذكر قلت لي خفش تطلع به قلت ايه تطلع شغال وما تن والله تور ستوري جاي نقول لكم طلعت ولا بريك بعدناش برا ما دام الحكايه الثالثه الاخرى فما طفله قرينا في الكامبوس تتفرج ديما هي قرينا مع بعضنا في الكامبوس كي تتفرج ديما تتفرج معنا فينا وفي بوبلي وفي الاخرى اللي تعملوا فيه قلت لي باش نوريك سحر رقدت قمت نقرا حتى تون كوبل قبل خاطر فيسبوك ما يستناش الموافقه اسمع هاك ولي تون كوبل والله هكاك قالت لي ولينا تون كوبل هكا هو عملنا شهري ظهر لي ولا اكثر شوي باهي والله اي شير وين زرعتك؟ شير ما شاورتوش ما شعبت ما شاورتوش قال لك هاك تون كوبل كيما فاست قمت نقرا تون كوبل مع شكون ما تعرفوش والله الزرعة هذه مش خايبة صراحة شو سامحني 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 بسيف توليت هذه فسروها لي عرفت هذه اللي حاب نفهمها اللهم جيت على اللهم جيت على هذه جيت على بسيف توليت تفضل تفضل اقرا تفضل والكلا اللي باش تقول راه ما يمثلنيش مثلا واحد وقف معاك على الاخر عمره ما طيشك ايوه انت هكا باش تطلع تحكي توا اطلع هكا هاي كاو فريق من بعيد بعافية عبد الكل عسلامة 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 أهلا عسلامة عسلامة عبد الكل نص ورقة قدم روحك وجد خطيب الدهن باهي 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 بلا بوست ألف إف 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 عندي ثلاثة كليب وزوز قطاط وداخلة في ريجيم داخلة في ريجيم شمو الطاب جيكم ديجا شربة ميلك شيك ثلاثة أيام باش نحكي حكاية صارت لي في المكتب أنا راهو خاطر ما عنديش حكايات مش بريئة جات البراءة معايا وجيت ماشي أنا في المكتب ما كنتش نعرف شنو معايا صحي
كنتش بالي تفكر. ايه سيبوزي سيبوزي ما تعرفش ليه وقتها يعرفوا الشباب الكل تعرف انا كهو ما عرفش انا وقتها ما عرفش احنا وصلنا للليسي فما فرق راهو بين جينيراسيون بتاعنا ومتاعهم قديش عمرها هي توا مترو مريقله نحكي لها على هاني شاكر مانيش فلا وقتش عرفت هذا عرفت عندي عندي 3 سنين عرفتها قاعد يحسب قال عرفت عندي 3 سنين لا عطك قاعد يستنيها هي وصلت مونتاج سي بون باثر برافو بل في كل مكتب في كل كلاس كان فما كطفل اللي العبد الكل البنات الكل تبدا يهبل عليه ما نعرفش عليه حتى وجهه طبعا تفكر فانا اللي سي فانا اللي سي وليد وليد بلي هو أبي أنا خذ مش متربي عمري ما كنت طفل ذاك في حياتي في حياتي ما كانش عارف كلمة كروش قبل شنو هي اسمها كروش 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 قلت كروش طفل ذاك كان يعجبني مش ماما الطلب أي بطبيعة سامحني بسيط الطلب بالمهول على طفل ذاك قديش على 10 يعجبك حبيته مش نورمال حاسين قرب نحط تصويرته مع عمرو ذيب في الدار عمرو ذيب في الدار عندك تصور عمرو ذيب اي يدي مش نورمال وكش ولا تو بازرك عندك عليه اخبار يدي ما نفكرش وجهه عاودوني عليك احب عمرو ذيب مازال عمره 30 سنه الطبخ ليه قاعد يصغر ما بتبالي هو باي زردي بس الطلب ما هو على السيده هذيا دونك لازم نلقى طريقه باش نبين اللي هو معايا ايه هو ما يعرفش باش نحكي لكم حكايه وما يعرفش مشيت حكيت للبنات الكل البنات الكل في المكتب اللي هذاك صاحبي بتحايله من صغره قبل كنا مره نبعثوك ال ما عندكش دروس ما عندكش حاجه دراسه كراسه اليوم بلي حضرت كراسه اليوم كنت ما نطيحش على 19 ما هذيك البوان اللي ضيعته على خاطر كان جيت ماكس ليه بالحكي تاع درس سميه ومروان احنا السيد يطلع بالحق اسمه مروان يسميه ومروان حسيو شو هو البروبليم الوحيد اللي كان يثبت اللي زوز مصاحبين بعضهم في المكتب ما كانش عامل لا ديسكريسيون فيسبوك ما كانش عامل حتى شيء كانوا عندك الاوراق اللي يبعثوهم في الكلاس في احنا كنا نعملوهم ما عندناش تليفون بالايفون ولا اير دروب يقولوا اير دروب توا اير دروب توا اير دروب نتاع الكلاس كان انك تكتب ورقه بريم كريت وتبعثها للمحبين في تنزانيا انا في عادي كنا تستعد سيد وتجيب وتحطه قدامك خلاص فصل ما تنساش تتسوش خلاص انا خلينا نقول لك على سالتك خاطر احنا كنا صغار ما عندناش تليفونات معناها احنا كنا صغار وسافي كانزون معناها قرينا مكتب ولا اكثر معناها اكثر من كانزون هي كانزون في المكتب كانزون تيري هي في المكتب كانزون تيري عمرها 30 انا عمري 29 نحسب قديش عندي في المكتب وقتها نحكي في عيني قديش احنا وقتها نحكي 10 كاو 20 سنه 20 سنه هذه في وصلك 20 سنه اي في وصلك لا سي تحكي وش تليفونات ما كانش عندنا تليفونات انا تليفوني كسبت عمري الثمن نتاعي نحكي لك على حكايه بزماني ما تكبر عميش صارت يا ردي مش حلو تو درس تاريخ كمل واش شمك فيه ليه خاطر كان نحكي مش كريديبل زيد قصه ما كمل 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 هاي بابل دبي في مخي انا وصبت طفل هذاك من الاخر وطفل من باي عرفني اللي انا موجوده في الدنيا ومشيت حكيت لصاحبتي البنات الكل اللي انا معاه باش هكاك وطفل من باي يعرف اللي انا موجوده وصدقت هالحكي الى ان شئت الاقدار اني تعرفت على صاحبته طفل الاصلانيه معناها بيان سور حكيت لها اللي هيك صاحبي وريتها الوراق طفلة من وقت اللي تكرهني فهمتش عليك شنو اوراق زكم كوا هو بعثهم لك اي انا نكتب اوراق وحدي ونوريهم للعباد ورات الكونفرساسيونات في وقتها سكرين 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 شوتات تاع قبل وهو يحكي معك وانت تحكي وحدك معناها هي تحكي وحدها وعامله سي كوم سي هو يحكي معاها بدلت الخط معناها اي بدلت الخط يدي ولا الوين معناها كيما وليد مواليد كنت اشوفها من بعد الفاز اللي عامل فيديوهات ليه سامحني شي واحد يدي جري هذه ما وصلتلوش يا زي ما عرفتها اللي وقتها اما قلت هذاك الطفل هذاك انا لازمني نصحبه معناها في نفس النهار اللي حكيت فيه للطفل انا ما في باليش اللي طفله وصحبته امي الله يرحمها تنظرني في دبشي تلقى كل ورق والله الله 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 هل صار فما طعم طع فما يا وجد فما يا وجد إيجا خاف برشا هذيك تبدا تحضر في وجهك الكف امي تبدا مثلا حاشا بيت حاشا طلعت لي عاد انا كنت ما عيطتش عندي حكاية تذكرتها تو لو جاي خاطر ما يفهمش هي راه قالت لها الثانية يا وجد إيجا فهمت خاطر بدري قعدت تخمف شفت وليد شوف عادي حتى احنا في اول ما بدينا يوتيوب كنا كيف كنا كيف كنا كيف كنا شفت شفت اللي شفت ولينا هكا مسكين عمره ما حكي مع عبيد راه عمره ما حكي مع عبيد عادو ماكس صديقه الوحيد الكوزا نتاعو الكوزا نتاعو صديقه الوحيد هو هو ما نبسكين اي صحيح ندخلها هذيك ويغزل لي ويقول لي هو ما فهمتش ونتريبي معاه
كمل واجدي في السكسوريتي تاعك حسيت روحي قلت لي مدت لي الوراق هذوك الكل قالت لي شنو بيان سور انا اول حاجه نعملها نولي نبكي حسيت بزرق بالبكاء بيان سور امي ما قال خليك نكمل نبكي بصح تضربني كي نبكي عرفت لي كي نزيد نضربك باش تسكت لي خليتني نبكي على راحتي كملت عادت سألت خاطر الإجابة أهم برشا من الضربة ياخي شبيك كبش شبيك دول بدا شبيك كبش ما نستعملوا هيش على صغير ما نكونش موجود شبيك كبش طلعتوا طعمية ادي جلس أخر تاكل ادي جلس دوما روح حاجة أخرى دوما حاسلو ما بقيتش ما نقول لها وقتها وسي بون معناها وراتهم البابا وكلف بعض بالمهام اللي تعرفت فما فازة فما جملة تحطها بالكوريكتور من جملة 30 ورقة بابا شعمل نحب اللبين حطها في الزيت امبوسيل شوف باش يقرا الجملة هذيك باش يعملها لا يزهق هاو تو ريموف ذا افاسور جبد هذي من الاعماق الدار عمل هيك اقرا لي الجملة هذيا بصوتك غني لي من العذاب وشي الجملة؟ كنت بكلافتك الدب مع الدب يسوي قلب حب وكريم هذا مش العدل على هذا هما مش عارفوا فيها الطفل على فسيره تاع الكريتور وكل مسائل الاماني دوك كنت حكيتك فيهم ورده وكل مصور وقلوب بس معوك لبعض الدنيا وعرفت ما كنت كانوا كنا قبل نحسبوا كيفاش تحسب البورسنتاج نتاع حب العبد هذاك اللي اللي هما توكل الابلكيشن في قبل نتاعهم هما اي مخيبه كل يوم نعاود كل يوم صحيح كل يوم نعاود نحسب طول عشقيت بلي وجد سمحني سمحني قص عليك ما عادش تقول كنا قبل خاطر تاثر فينا راح كبرنا انت خاطر ما علينا عليك اللي مزلت ما عادش تقول كنا قبل يوسف تغير قول كنت قبيله شويه فازا احترم 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 نحطوا تحبني ما تحبنيش تحبني ما تحبنيش عندك ليه حتى كنت تحبني تعطى ما تحبنيش انت حروفك اللي تكتب زوز اسامي وتقعد تشطط في الحروف اللي جيت هذاك بتاع البسيكوبات هتلر شو عاملهم الكل اي حسي له كلت طريحة وقت تجبين مش نقدر معناه وطفل صحبته في وطفل صحبته ولا يدي لحظة ما زال حكيت طفل ما زالت ما كملتش كلت طريحة خدت طفل طريحة الثانية مش كملنا حسي له كلت بعضها بابا يهزني ويجيبني كل يوم اسمع جايش وليت وخطر حتى هي دب ودب قلب حب يا رجاي استغفر الله يا ربي شنو هذا قال لي طحت في المعدل مسلسة تجيب لي 79 هك جبت لي 19 كهو من دب ذاك كله من دب ذاك كله من دب ذاك يدبي يدبي تجي الأيام وننسيها الحكاية جملة وتفصي شو نسيتها؟ نسيتها الحكاية معناها بوسك عملوا عمل عليها بابا وامي عركة متاع سيبان قصيتها معاهم انت تتاع وكل معاه قلت انا وطفولة ذاك معاش كم وحكيت لصحابي ما روخ لي انا قصيتها معاه اللي انا منبس وحبت بسيكوبات فيلم فيلم عم فيلم طلع في طرح لو والله تعرفش ده هي برسمي شوية قوية وتكون خاتمة كلمة في قوش بها يك الطفل هذا كبر ولا دهمه ومش نورمال ياسر كير هذا في هذا في ديزني في الافلام تاع ديزني تصير مش في تونس انت ما تنقز خلي كم يا علي جي لايم تمشي لايم وتفل يجي الله 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 جيت معاه كلاس كامل اوه ما عاد بيك عمل لي صمتوح بكني اوه الفيديو في جروب فيسبوك قمت تبكي باز مازلت ما سمعتش بالحكايه نجم زيد تفسلي معناها يدي سخال وجيك باش يعمل ديكلاراسيون ويمشي سلو موش نترا فيها ليه ليه يدي خفت انا مرعوبه نسمع بالحكايه جمله ديجا اللي نحكي له حكايه وكل هذه سر ما بيننا واحنا نحبوا نقعدوا في فغلاسيون ما يسمع بها حتى حد هذين انت ما تعرفش صاحب قبل ما لك جيت تعرف بنات عمي كيفاش هذا ما راهو تتخبي راك ديجا سيدي شو في تخبي سامحني عيب انك تصاحب في المكتب سامحني بالطبيعه كيفاش تعرف صاحبك صاحبت انا نحكي فيها تو صاحب ما كنتش عارف معناتها ما كنتش نعرف الجمله ديك تصاحب ما في المكتب عيب بعد الارض صحيب بعد الارض ليه ما كنتش نقول لها صحيب الحكايه وقتها ما بانس نسيته الاسم الكلمه نسيتها شو اصلا شنو حسيبه جاني قال لي قدمت كلاس كامل والله وجاب معاه صاحبته هذيك اه وهي جاي تبع هكا والله 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 نعم 98 حتى هي 99 ما صفاتها حسيبه قال لي في بالي بكم صاحبتني قلت له حتى انا في بالي علمي علمك خيرك عملت غبست له هكا بتاع زعما كملوا هكا كمل في تمثيليه نتاع هذيك كان عملت له خرج كذا صح المكتب كامل في بالو بيا انا معاه معناها هو ما في بالوش طفل زح تصور معناها انا شنو حسيت هما الزح ما سقطهم كاش عاودوا له الزح ولا راك لطاو بصحبته طفل راك عرست وتصدرت وحدك وقاعده وحدك وكل جوك به معناها راجلك و بيا حكيتك حلو برشا بالله دامك كيف خرجت معاه
انستغرام. سامحني كيفاش من اشب تفل في المكتب مشيت للدهمه فكيفاش جاوب جاوب قال كلمه حلوه برشا تيزي فادك وصلي عني بيه لا لا ماكش فادك جد ماكش فادك لا لا جاوب باهي جاوب ما وقت بلوكيت ما جاوبتش تلقى خير منه هي دهمه محسوبه وي ايه لا 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 ما عندكش قصه اخرى عندي ايش ما عندي تراك تراك دو طيارة تركت لا لعبت في تركيبة حمد تستغرمي تروان زيرو تروان اسمه بتاع الباركينج يعمل لك شيء تراك شيء صغري أنا طبلتي لا جينا الباركينج اي لا 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 اسمع ارجع لوليد برسم كي يدخل فيها القدر معناه برسم راح يخرب روح ما فيهاش قبل في المكتب كانوا المعلمين ما نعرفش اسكو يصبوا هيلهم بالقمع ولا كيفاه يفورماتيوهم اللي ما تخليش الصغير يمشي التواليت اللي هي حكايه لتو مانيش فهمت علاش لازم واحد فيهم يقدر يطيح والله يجيك اي سفري سامحني خاطر الصغار في ديارهم مشيو مره في ثلاث سوايع في القسم كل حاجه كل ربع ساعه كنا نعملوا نتمانيكم فما شويه نتمانيكم فما شويه انا كنت نمشي بروفيتي امبوزر انت تتمانيك انا كنت نتحسر بلا ما نقولوش نتمانيكم خاطر الكلمه هذه في الجنوب التونسي ياخذوها بالخايف تقبلي انت انت برا صحيح اما ليه بالحق ما انا كنت من العباد المتعذبين منها الحكايه هذه نحب نخرج نمشي للتواليت ما تخليني اي خاطر انت كبير في المكتب هذاك علاش نورمال يقدروا انا ليه انا كنت عندي من الليبر اكتيفيتي ما نجمش ناخذ قاعد دونك نتسبل بالتواليت اما ذاك يعرفوني يقولوا لي كنت هاسكي كنت صغير كنت كان هاسكي والله وليت ما يخرجونيش نقلب التواول نقلب التواول نكبر بالتواول هكا نقلب ونعمل روحي دخت فضل رجع احكي وسمحنا هذا كيف فصل فصل بول لكم اكثر عقد قصيت عليه هو انا امبوسيبل والله لا لا والله لا اكثر عقد قص عليه هو الوجه معاكم معني انا احكي ليه لاي دخلتها وغادي اي ما باش تجي جمعيه الدفاع عن المستشارين عشان مستشارين عشان قلت لكم في المكتب ما يخلونيش نمشوا للتواليت انا عندي فازه كي تحصر بول تحتي ما نجيبش بول تحتي سيمس سيمس كوليكشن انا كوليكشن انا عندي حشين من فهمت واش كنت تحصر طول بول تحتي وكي نمشي عرمله تحصر كي تمشي عرمل كي تدوب تحط ساقي في البحر ما تحصر في عالم اخر كانت قطوسه فهمت تمشي عرمل ترى لي تير تبول ترى تو ترى لي تير قعد لها التيك فهمت والله الطفل عرفها مسكينك تسمع كل الاغنيه بتاع اليوغا اللي يحطوه بتاع الماء ولا عاد تمشي تبول ديريكت تحطوش 18 مره ورا بعضهم 18 مره تحس شو مشكور قول يا بلا علي نسمي فيها الطفله مسكينه اوكي اوكي لا ما نقولش اسمها فريال تحيه الفريال حسيت قلت لكم كيف كنت كنا تحسر ما نجمش نشد روحي كنت نقرا عند معلمه برك الله عليها هي معناها قداش كنت نحبها هذا ساركازم هذا تبارك الله عليك مع العباد الكل ما فهمتش شو ما عادش تحكي على الفيزيك كيرو خاطر هذا يسمى بودي شيمينغ ما هوش فيزيك نحكي على كاركتر كاركترها خايب مع اي وضح وضح خاطر انا من ما نسخه نحكي اوكي اوه الحمراء العين الحمراء هذيك حجمة حسيت روحي تحسرت على الاخر وقلت لها مادام نحب نمشي للتواليت ما خلتنيش قعدت شاده لقيت اسمها القمرايه وقتها شكرا بدعيه وجبه قمرايه القمرايه ونهارتها عملت تصويره الشهيد نطوروا بالشهيد بنت انا مع المدير وعرفت ديما تصير فاست الشهيد وتصويرة المكتب الكل والله كان يجي طبعا زع حسيت وقعدة قلت لها مدام محصورة عملت هكا ما غزرت لي ايا قلت اليوم شو نتعلموا حرف الباء بولا بديت تحصر ما عادش هي كرشي ولا توجع قلت لها مدام راني نمشي شطوري تقول لي تعيط عليا قالت لي باش نعيط لكم وكس دعوة لي انت تتصاب وتحب تخرج من القصة قلت لها باش نريق وجاب فيها دعوة لي تحب تبول ديجا ما زلت دب دب كلمة حب زيد تبول طلع ست التليفون قبل ليه ما تفكروش؟ اكل زيد في التليفون ما تفكروش خاطرينهم توا نحن جاو بعد التليفونات احنا ذوك مرا قاعدة على روحي فوق قالوا كانوا قبل طويل ولكن ما فماش فرق ما فماش سباس بيناتهم جو تقعد انت بجنبك فرد اي فرد اي بلت اللي فاسور تعمل هيك على الاخر قاري فرد قول قايم في المانيا ما سلقتش بروحي قاعدة فوق الطاولة طاح ستيلو عم نتذكر نلقى شيء قلت طاح ستيلو شو؟ ما شلطتش بروحي تلمو تحصرت
طاح ستيلو عمال شو بلاك يا اخي بعد ما تحسرت ما قلتش بيني معاش محصوره بيزرمون ليه ما حسيتش تفرهده على الاخر ما درستني هو عبيت كيف تحسر هاي ماك لا لا ما تجمعش العبيد كل معك عمري ما ريت الفاز بيت قلت فما عبيت معاش قص بيه شفتك ليث شفتي ليث ما شفت خما في فما عبيت قلت مشيت طاحة تتحسينه كتطلع سيد بيناتي وبين السيدة اللي بجنبي بس ما يتجررس جاب ربي عندها التراك بالكاف تقوم جيت تجلغني وترجع لا فقدك تراك تروح هذي حسينه حطيت طلع سيد بجنبي بجنب كانت شعادك متلسة لعندي برشة جيب 19 بالله يا مال عندها الألوان الكل وطلع سيد الكل ولا الوحيد بالله دقيقة دقيقة شي مش ما يحبش فيك شلنتي ما بولتش بالطلع سيد تشي الفازيت اللي تعم فيهم هذو ما نعرفش مخي قالي هكا ترى تقولي خمضت له عيني صغيرة وانا عرفش احكي لك على حكاية صارت لي سنة اولى ابتدائي بديت تبول من الاول تبول من الاول بولت على السيستم اي والله حسيت كل مرة تتعدى فين المعلمة ندعي ربي باش ما تعداش بحظة طاولتي خاطر الشيء بدا يسري والراس قاعد يقدم ويمشي بشوية بشوية ترى هي ترى في الشيء ماشي البول ماشي هبطته من سيخ سي هبط سي بون مشي في بالي شرب وسأل شرب هذه شد ثنية في القاعة وقاعد يقدم كمسلوبة ترى تبيع الكلاس يا زلمة ما فهمت حتى شيء وانا ملي كنت بهيمة في السنة الأولى ما نفهمش حشيك سنة ثانية ذيك سنة ثانية شقار شقار طبعا سنة ثانية ذيك كيلو قزل نقول سي بون باش نروحوا وعندي فازة ما نفهمهاش ديما نطقم دخلتش المخي مش معناها نلمو أدواتكم لا نظموا أدواتكم فهمت تحيب ولموا أدواتكم والبولة اللي توفى من غير ما قول المعلم نظموا أدواتكم أنا نكب الكرطابة الكل ونعاود ننظم الدش نتاعي تقعد تنظم سامحنا على كل حشاك قبيلة سامحنا ما في بلش نسحب الكلمة نسحب ليه؟ أنا في بالي سنة ثانية كهو طلعوا لي عاد متري نفس الكلمة نعمل هكا في راه وين تقول لي نظموا أدواتكم راه في العباد الكل لما تبش وين نقعد آخر واحدة في الغرفة نفسها في ريالي قلنا لها السق على براج وخرج وقتها تعب في الكرم السقها هبطت في الكرم هي في ريالي بتاع بتاع خارج لي قعدت حسيته ساعة مسلم في دبشي وانا مزرقة نظم ومن بعد عيطونا باش نتصوروا مع المدير عاد وواحد وانا لسه محملة مش في اخر العام في الصيف حكيت انت ليث قبيل لكن يمشي على فرجي عرفت يا كرم انا خاطر عندي حاجه تمشي على فرجي حسيت دخل كنت عرفتك اللي جيت تصور هكا اهرب ده متصوره هكا في التصويره ولا تصوير انت شاده اللوحه اللوطه مارلين مارلو خدنا شاموش ريحه الشياط كيف نعرفش عليهم؟ ليه مستنسين؟ كيف نعرفش عليهم؟ جيت امي بعد شرح بيا امي معناها تشم هو اي واحد يشم البور راهو ما كانوا توا في العائله عندكم فازه مش نورمال الناس كنت تشم في بالي انا صغير خاطر الشم سي بون معناها سال حاجه ما عرفتش تعرف هكا للمعلمه حبيت لها ساعدها قالت لي كيفاش انتم معناها صغار ما تخليوش يودي كيفاش المعلمه تشم ساعة كيفاش خليو فيها تقريب صغير ليه تفتح شم ايه نحكي على امي الله يرحمها ايه مش على كيفاش خليو بروفه تقري ويتشم يحكي على الشمام يا اخي مسكينة مسكينة حسن ويندوز حسن ويندوز كوكايين يا واد انت ليه كيف افسر لها تحس يشم كل يوم هكا يشم الكوكا في الدوز ما نعرفش كيف نفة نفة انا تنهيدة هكا هكا يا واد ريتها في الافلام على الكوكايين اللي مش باهية معنا باهي حسن وكهو يا اخي يوم مش هلقت بيه لان بول تحتي وعملت لي فضيحة وعملت فضيحة للمعلمة زي ده ما عملت فضيحة للمعلمة قبل خاطر هي المسؤوله على الحكايه ما خلتنيش نبدل دبشي في المرواح تعديت على اربع قهاوي هنا بينا تحتي علاش تمشي للقهاوي لا ما تع... في الثنيه في الثنيه في بيني طقوس كيتبولوا على روحك وتعدي على اربع قهاوي غوغاردي شيم راهي بالت شيم عشان هذيك اوقات ما كرهها المعلمه القهوه هذا ما بعيد الكل شافيني بينا تحتي معناتها اي برجوليه برجوليه نداء المعلمين الكل معناها شموا والله وخريه والصغار تخرج خليه خريه والصغار اصلا نداء نداء المعلمين كل التلميذ يقول لك شنو خش تجبد دوز كيسين ميه وتعمل لك تصبهم لك قدامه حتى نشوفوا شي شد روحه ولا طيب تصفيق على وجه طيب مرحبا بكم الناس الكل وبيك اكثر عشان وصح الفوضى اللي عملتوها لي تعبتوني وندمت على جبتكم الكل والله احنا ندمين جينا ما كلنا ندمين راه ما غير ما تحلفنا ما دونك باش نحكي لكم من اكبر الزلعات اللي صاروا لي في تاريخ تاريخ حياتي في الكوليج يزي من غير ما تبدا تشوش والله بعدكم على بعضكم باه في الكوليج انا يا اخي مش كنتوا تقولوا ليسي على ليبوك تو مستيماني
ما كاش ما كوليش كان مكتب ليسي. يعني يعجبني وليد راه يعمل لك يا ناليزي النكته يعمل لك ويطيش لك في وجهك بعد يرجع يشرجي. باهي عند الكوليج صارت لقطه طاح لي مفتاحي. عزت له سيدي بسيدك فهم مره صارت لي لقطه نجي لورا طفل صحاب نلعبوا ذري نتراكس يطيح لي مفتاح درت طفل صحاب نويه نستثيقوا قلت له فراس هز المفتاح وبعد ما ادهولي خليت المفتاح عند فراس وكملت نتشاجر مع اصدقائي بعد رجعت قلت له فراس هات المفتاح قال لي انا مفتاح ما عندي ما ريتش نام ندريش والله لا مديت لي وبدا يحفي يتكتف ما راني كان بعد قلت تو نروح نتصرف كيفاش نحلوا بابا هم يجيو من بعد ما راني بريمير وليد ما راني ان رجعت للسيد قال لي ما ريتش نفتح وباش ترسي لي نرجع نمشي للدار نقعد استنى بابا هم يقدم الباب الحديد في السخان وانا مرا وقتها مازلنا كي صارت فيضانات 2003 نسيت قداش يا خويا تخفت علينا عطاتني 33 نتاعها لو 20 مي 20 مي شنو؟ صارت فيضانات ما علينا مروح انا للدار ويجيني كلمني طفل صديقي صحاب في الكوليج عملوا شكر عد فهمني مترشق بالضحك قال لي انا ريكشين في دارك وفيت نترو راه المفتاح كي طاح نتروه ومشاو ركشوا في الدار مشاو عملوا لي مقلب دخلت حاسيلو والسماو والطا نسب ونضرب فيهم وهم يضحكوا شيخ ما عندك حد في الدار ما حد في الدار دارنا راحوا يخدموا زول بابا ومي تصوري فات لك يدخل يلقى بابا خلعوا الدار ودخلوا لا حازم المفتاح دخلوا حاسين مقلب محليه او شيك البحث هكا فات لك وانتم صغار ريت البريستوار مصعبها ديناصورات يدخلوا لدارك يا شيك الزعيم مين يعرفوا دارك ساعة انت؟ يعرفوها داري موجودة في نتفليكس موجودة في نتفليكس شنو شنو؟ اش قال؟ شي قلت له موجودة في نتفليكس مين يعرفوا دارك؟ دارك سي سيقي تشلت ما فهم كان المفتاح تاع عزات له دارك وصعب عليه لا ركبتك ما فهميش طوفي فهمتش مفتاح عزات له ايوه قلت لك ما فهميش انت قلت طاح لي مفتاحي قال لك عزات له دارك سي بعد ساعه بس خايب بيس هي تحكي لازم نكمل شد بوم الحكايه تفضل سامحنا ليش ليه صعيب مشكلة فيش من التشكيلة ذوم اليوم أربع أولاد منهم طفل كنت نقدره صديق أخي يسكن بحذايا جيم بعد يطلع في السماع قال لي رانا نفدلك ولا غالب الولاد لازوا علي واحد تكون يسمع أختي كانت قبل السبعة عندها شو اسمه كما حاجة أساسية بس من ليه تصبي بابا يحل الباب طول تصب له قد جبت موينت معش كنت عارك تسني صار في نهارتها تصب له السبعة كامل يروح بابا طول تقعد أمي قلت له مقعدوا أنت من أحكي لكم سبت لهم السب شعب بابا أمي يمشوا المركز شي بالكو دخلوا للدار الله الله شنو يتولي الحكايه لو جاي الطحان شكي بصحابه وهزم المركز سرقه موصوفه وليت انا كيفاش عرفوك برا لا هو يعرفوا طحان من قبل اسيلو وليت اسقط انسان في الليسي وفي الكوليج والناس حتى عندي دور بيه عادي صبيك تصبح تابح تحكي مع لوش تشد الحبس ما جوست ما زلت الزلعه الصغيره عرفت كيما تاع الفوندو ذا دزر ساعه ما زلت الزلعه الصغيره فهمت انا كيكه مكرز ونستفسر مع العبيد راه وخاتيني نهارتها صارت لك هم زوز بنات كلاسي فادلكو يا اخي الطفله دزت صاحبتها جات عليا تدويرتي نعملها كي بعد نحيل الخمار برقيبه قوش 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 برقيبه قبل العمله قبل برقيبه يا ولدي الله صلي على النبي انا اسول لكو عرفتك اللي سي بون تحشي طلع ما يدز لي حد راه وين زعما الطفله مسكينه عطت فيه ستيره تتكربس لي في القاع تتكربس في القاع وقعدت اطلب منها سماح ساعه قدم اطلب منها سماح زوز فيورز اللي اسمها اسماء حسب ما نتذكر اسماء شنو اي نذكر وجهك كيفاش ولا الجي بي تي كيو بلس فهمني بالوين دوك كان عام ياسر صعيب وانا بتاع له جاي طحال يشكي بالعباد يجيو المركز وينحي الخبار للبنات برك ديوز بريف خليك اعمل لكم حكايه ذي نورس حاضره فيها معناها صارت في اليوكا انا زلعت كل سنه بلايس رودي كل عاملين على البلاسمون اليوكا انت ونور اصحاب وتخرجوا اليوكا نايس يا اخي عندك اصحاب خلافي انا لوج اكزاكتوما يا اخي عنده اصحاب كبر شو معناتها كنت كان انا راني نبروفي في حياته كنت نجم نخرج نعمل قهوه اخرج نجم نسكر نقول هو الكلب يخلط تعمر معين ولا يتصرف وحده نجم نكمل فكرة تفضل فوغل كنت
مشينا لليوخ هذا، انا دخلت كاين نلقى فما طفله حكيت معاه فيسبوك وكل اللي كان ترتني مش متوقع جمله عرفت بجزار تقوليش تصدمت عاد تقوليش تصدمت تصدمت وانت مصدوم باه قلت اللوج هي ريال ديما اصبر هي ريال لايف مشيت هكا انا قربت طفله عمتك ترى يضرب فقاني يصلي يعني بيه ما صار شيء ترى انا ما نحبش نظرك سيد اللي المكرز اللي ربط في البيرة انا مع البنات قلت لي سادون سادون لير تعطي الهواء معنا هاي تعطي الهواء بكش عندك فويت هو قال انه جاي تحطه في المي بقبق عجبتني خلي كمل الحكاية الزب هذا انا بالزهرون راني في الزهرون بريف انا صدمتك ايه وهي اتفاجعت قلت لها ديزولي ما نحبش ان نعدي السيد اللي حاسيل بدينا نحكي قلت لها حكيت انا هيك فيسبوك قالت لي شكونك فيه ديجا بدينا بدينا الكرتوش مالو جاي يزيد نحن معنا نحن معناتها لو جاي حتى كما تعرفوش مينيموم ريتو مره في حياتك سيو كان مش هو راني مانيش لهنا راني في الدار ريك شحال هذا بالضبط معناها بريف الناس مكمل الحكايه راه كيقص عليها تمساط راه تك الريتم قرشة الطفلة وانا فقدت خشمي والله ضيعتوا لي الحكي ما قتلك قتلك سادون ليه قتلك تحشي فيه ليه قتلها فيسبوك قال لها اوكي حطيتها اسمي قلت لها لو جايزه قالت لي ويحكينا قلت لها بعد حبيت ندخل قاعده وصديقتها قلت لها اصحابتي وصديقتك برشا قالت لي سيت اون كيستيون انتيم لما انت مش قلت لما قلت لكمش تعملوا هكا ما جوست اسكو صحاب اسير جاي باش تورينا الحاجات تاع القصائد اسمع الريقه بين تاع تعملوا هكا مع ستوريه جمله في يوتيوب اي فوالا ايش بخيف الجير خيف الجير سي تري فيل بي احكي عليه ما تحملش هكا لا ما هكا لا ديجا في قصاد ام بي بي هو كان ايوه كريستيان فيها بالغلط كيفاش تعبا كيفاش صحيحه كيفاش هيك البوزيشن هذيك ما عادش بتاع الحق بتلامين باين تاعكم يا اخي قلت لها لي راني حبيت ان عندي فادليك قلت لي راهو فيت انت سوبوزي ما تجيش تحكي معايا اصلا ايش بها عمتك يا اخي مازلت تحكي مازلت تحكي معاها تشبيك ربطت صح ربطش لا لا انا مازلت نكومونيكي معاه يا اخي سامحني يا اخي ما خليتوش حتى يعبر راهو السيد ما خليتوش حتى يحكي هي نورمال كيفاش قتلوا عسلامه ما يحكيش معايا اي نورمال يروح يعمل عليه فيديو انا لازم نعمل شوت لازم نعمل شوت انا فرحت قلت مو انا ما نحكي من بعد خليها لجنب والله اخزني جيت في الحاله هذه ما تنجمش تقول مثلا اللي جاي مامسته ولا شبيك مثلا مش جاي طفل ما بلده والله يسخر الطفله تقول قلت معناها مش قال هز معاها طفله صحابه وياه تقول برا مثلا جيت تمشي تحكي مع طفله كلمتين تزعل ما تقول لك مثلا با انتريسي ولا تقول لك سنتيمون اي بتربي فما روح لبرا مثلا قلت مشيت انا نورس اليوكا في بالي تابعه قال انا واش قمت تضرب معايا مش بنقلها شو اسمع الطفله تقول يهز معها نورس مش يحكي مع الطفله الطفله تقول لك اسمع راني جاني اليوتيوبر المعروف هذاك وزلعته في اليوكا ياسر يتلبق ومخيبو كيفاش يعمل كي يتلبق مخيبو يتلبق مخيبو كان شفت عكا وجاي يسال فين هو يصحاب ولا زعما عرفته هذاك المعروف جاي يرمي في روحه علي بورتيي يا اخي هيا باش تحكي كيكا معاه لا لا ما علينا انا اللي ضحك لي فيسبوك انا واحد حط لي سوجيستيون انت حبيت دبر فولور هذيك الحكايه خصمي وليد انا اوه بيعرفش يداب بيريتك جداب عمل لك ما خاطره طويل برشا ما يخلصش حبيت نخش من كادر ريت الكاميرا عامله هكا لا تصفيق على لو جاي تصفيق على لو جاي برجولي لو جاي ماهيش اكزامبل البنات كل وين نشجعك باش تزيد تحاول هكاك حتى كي يقعدوا يزلعوا فيك ما رخصك الزحف يا هما باش يقعدوا يزلعوا فيك يا شباب ان شاء الله عجبتكم الابيزود شباب الكل فوضى كنت من اكثر التوناجات فوضى في حياتي بو عندي سنين ما عملتش توناج مخك عجب بون صلاة لج ساعة ونص توناج لا سافا لايف ستريمينج معناها مرة جات ساعة ونص سافا تسمى لا حلو ياسر دونك ان شاء الله عجبتكم الابيزود وكتبوا لنا الحكايه اللي صدقتوها ولا الحكايه ما صدقتوهاش كما تاع وليد سيرسو نحطوا لنا في الكومنتات انا هما القصص تاعكم احكيوا لنا حتى انتم اكبر زلعات عشتهم اي حتى احنا نحطوا زيد في الكومنتات ولا خا عندك كونت يوتيوب انت من علاش تتكلم ياسر خايبه من علاش تتكلم علاش علاش لزني نعمل كاكي ياسر خايبه تو 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 ما فيش لزني معاك تو كوبي
عجبتني برشا رومبي فاتك معك ما عجبتنيش روح معاش باش نجي عاودها راهو السنة هذيا غلطت بليك مثلا بالخايب فوالا فوالا هذيك هي دونك ما عادش باش نجي كيما قلت لكم تلقاوني في الانستغرام تاعي كالعادة باهي باهي فهمت باهي كم خلي نوبادي كيرز فوالا امشي بيو ما يسالش وي دونك تابعوه على الانستغرام فول دامر على الاخر يعمل في برشا فيديوهات اسمه لايف براريس قدام يا عم فازت مرسي وليد وليد تحياتي نعم بوزيد فرم اسمك فيسا فوالا واجد عامل يجيب وبالحق سيبورتيو شباب على يوتيوب خاطروا احنا نشوفوا فيه ميت اليوتيوب مي انا قاعدين نحاولوا بشوي بشوي شوف حتى من شعره ما عادش برشا لازم سيبورتيو تو يزيد الشعر طاح هذا مش اليوتيوب راه ما كان جاي ما ماهوش عامل يوتيوب في الدنيا راهو شعره هكا طلع لهنا وفوالا ميرسي بوكو شباب وبارتاجيو ليبيزود وان شاء الله تكون عجبتكم الامبيونس نعطيكم طيب اخي مريت في حياتي طيب اخي ليه ريت حاجات خايبه ما مريتش حاجه كيما هكا اخي براك ما فماش ليه ما اوروزمون باش تحط عند اللوج صافا ليه معناها اللوج يمشي اليوكا وما قاليش بيسا كلمه ختام لا يثوب بعد اي ولوج عمر اصحاب يعطيكم بالصحه فريمون من قارس فيه ان شاء الله ان شاء الله يفيق اليوتيوب على روحه هو انا ديما نقول راه اليوتيوب شي هارو يحيى سيت اون بلاتفورم صحيح 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 صفه لايف موجود في الابيزود عادي سافا الامبيونس عاديه ولا ولا سافا والمعلمين خليوا التلاميذ مش الطالب مازلت وحلم على الحكايه تاعها توبيلا يعطيكم الصحه يا شباب هاي الاستاذ خلص الموضوع كل مع بعض مع بعض